بعد أشهر من انقطاع رواده عنه، ها هو المتنبي يعود بجمعته المعتادة، اليوم الأهم لرواد الأدب ومحبي اقتناء الكتب وقرائها. بعد الأيام العصيبة التي تسبب بها فيروس كورونا، ازدحم المتبضعون كما كان قبل هذه الأزمة لتعود النشاطات الأدبية والثقافية. بعد انقطاع طويل عادت الحياة إلى مجاريها في شارع المتنبي، وفتح المركز الثقافي وفتحت القشليل. المتنبي لا يستغني عن عشاقه ورواده، وعشاق المتنبي لا يستغنون عن شارع المتنبي وربوع ثقافته. الحياة رجعت حلوة، احنا رجعنا للمتنبي على مود انه نراود الثقافة اللي موجودة بعد ما انقطعت قبل. قدرنا نرجع يعني بحفاظا يعني على هم سلامتنا موجودة اكيد بالمتنبي. النهر الثالث الشارع الأهم في بغداد والمصدر الأساس للثقافة والأدب، حرم منه رواده لفترة لم تكن قصيرة. احتضن عاشق القراءة كتابه واشترى الرسام فرشاته لتنسى بذلك أيام عصيبة مرت على العراقيين. طبعا شارع المتنبي هو الرئة الثقافية لبغداد والعراق، وهنا ملتقى الأدباء والشعراء والمصورين والفنانين التشكيليين. فنرى جمعة المتنبي ازداد رواته، ازداد الإقبال، العوائل تتسوق من سوق السراي وتحضر فعاليات شارع المتنبي. التبضع العفو مدروس، يعني شفنا الشباب يختار الكتاب بعناية، الكتاب اللي عجبه. عموما يعني حالة مفرحة جيدة وتبشر بالخير، واحنا نبقى شعب حقيقة يتعايش ويا الكوارث ويا الأزمات. الدور الثقافي المهم الذي يضيفه شارع المتنبي للبغداديين خصوصا وللعراقيين بشكل عام، جعله ذو منزلة رفيعة في قلوب الجميع. جمعة المتنبي تعود بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر، ليعود معه النشاط الثقافي لبغداد. النهر الثالث عاد لمجراه الطبيعي. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.